وهتقدمي لنا ايه النهارده؟ النهارده انا هقدم دجاجه مخليه، بس بتكون محتفظه بشكلها بالكامل، يعني هي مخليه مخليه من جوه الداخل. اه تمام. انما لازم تكون محتفظه بشكلها بالكامل علشان خاطر يعني نوع من انواع التغيير، على اساس ان احنا دايما. طب الخلي انت الخلي ممكن نشوف كده معاكي، انت خاليه الدنيا ازاي من جوه؟ انا لما جيت خليتها فتحتها من الظهر بالشكل ده. نبص معاها كده نشوف. أيوة. الخالي انا طبعا قفلتها. ايوه بس عادي ممكن افتحها اهي. يعني انت فتحتيها وخليتي وبعد كده فتحتها من الظهر. أيوة. عملت شقتها وبعد كده عملت وبعد كده خليتها من الهيكل كله، طلعته بالكامل. تمام. وبعد كده قفلتها بالخلة. وعظم الدبابيس كمان ولا لا؟ عظم الدبابيس انا احتفظت بالعظمتين اللي تحت دول. أيوة. والعظمتين اللي هنا عشان يحافظوا على الشكل، عشان خاطر يحافظوا على الشكل بتاعها، لان لو شلتهم طبعا هيبقى ملهاش اي شكل خالص. تمام. طيب الفكره احنا طبعا اللي حابب يكلمنا ويكلم الشيف نور اللي معانا النهارده يتصل بينا على تليفونات البرنامج. احنا هي دلوقتي بتقول خلت الفرخه بعد ما كانت مفتوحه نصين، نقلب تاني معلش ونشوف هي مش نصين. انا فتحت بس فتحت الظهر بس، يعني ظهر لحد المنطقه دي برضو. أيوة. ما رضيتش افتحها لحد الاخر عشان برضو يعني وسعتي لنفسك عشان تقدري تخلي. وسعت لنفسي عشان اقدر اخليها. تمام. وبقى هي فكرتها بعد كده ان انا بعد كده بحشيها بحشوه معينه، هنقول المكونات بتاعتها، وبعد كده لما بتستوي بقطعها من فوق بالسكينه كده، بتنزل اكنها ترانشات بالظبط. حلو. طب ناخدها خطوه خطوه معاكي كده ونبتدي. انت بتقدمي معاها ايه عشان احنا برضو مجهزين للميه اللي نلحق ناخدهم سوتيه سريعا؟ انا هقدم النهارده معاها خضار سوتيه. تمام. يعني اللي هو كوسه. كوسه وبروكلي وبطاطس وجزر وبصل وكمان ممكن الطماطم الشيري استخدمها في الديكوريشن بتاعها. طيب نشوف مقاديرنا وبعد كده نبتدي نشتغل. مقاديرنا عباره عن دجاجه مخليه على الطريقه التركيه، وهي مخليه بالعظم بس من جوه سايبه كل حاجه فيها بحيث انها تبقى جسمها كامل بالشكل واضح. دجاجه حوالي الوزن بتاعها 1500 جرام، ربع كيلو عصاج، بصل، رز مصري، بصل اخضر، فلفل حار حسب الرغبه، جزر مبشور، فلفل اسود، قرفه، حبهان، مستكة، رومفل، وزعتر، وروزماري، وتوم باودر، بصل باودر، وخل وملح، وبتستخدم صفار بيضة وكاتشب. وهنعرف ليه صفار البيضة والكاتشب. وانت بتستخدمي سوتيه اللي هيتقدم معاه، ونبتدي دلوقتي ورينا هنعمل ايه في السوتيه قبل ما تبتدي تحشي الفرخ. الاول احنا عندنا حلتين اهم، انت هتسلقي حاجة وده حاجة. ايوه البروكلي هحطه الاول في المية. ايوه يا دوب بس ياخد غلوة دقيقة واحدة بس علشان خاطر خد السبايدر. بروكلي. ايوه طيب هنسيبه شوية دقيقة واحدة بس، وبعد كده هنزله على مية ساقعة. هنزله على مية ساقعة. طيب. وفايدة المية الساقعة هنا ان انا بحتفظ باللون بتاعها، بعد كده اللون بتاعه ما بيتغيرش. طيب عندنا هنا ننزل بالجزر في الحلة التانية. هننزل بالجزر في الحلة التانية. هنا مقطعة الجزر الجزر بياخد وقت اكتر من البطاطس. ايوه فهنزله مع البصل الاول الاثنين. ايوه قلت دقيقة، مش عايز أكتر من كده. أيوة نطلعها بقى. أطلعه. كده زي ما أنتم شايفين لونه جميل إزاي. بصوا هنا الكاميرا يا دوبك خد يعني حاجة بسيطة، وبينزل على طول في مية ساعة، ولو يا ريت كمان تكون مية بتلج، مش كده؟ أيوة المية بتلج بتعمل بتخليها تحافظ على لونها، مش كده؟ أيوة بالظبط. طيب بصوا كده إحنا هنا ننزل بالكوسة. ننزل بالكوسة بعد كده. طيب احنا هنسيب البطاطس شويه عقبال ما الجزر والبصل شويه يبتدوا يغلوا. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. نشوف انت عامله الخلطه والحشو ايه عباره عن. احنا قلنا في المقادير الحشوه عندي عباره عن رز انا مسويه 3/4 سوا. ممكن البطاطس خليها جنبي. البطاطس اهي اتفضلي. ايوه اهي اتفضلي. الحشوه اللي هستخدمها عباره عن رز مستوي 3/4 سوا، رز مصري مستوي 3/4 سوا مصري، وحط عليه مقطع عليه الجزر تقطيع صغير خالص عشان خاطر يبان اللون لما اجي اقطعها بعد كده. البصل الاخضر. الالوان كلها والبصل الاخضر الالوان كلها تظهر وتدي شكل جميل كمان مع الطعم. كمان انا حاطه لحمه مفرومه معصجاها تعصيجه عاديه جدا، بس طبعا انا خلطها مع الرز والحاجات دي، الحاجات دي كلها بتدي طعم جميل وفي نفس الوقت ايه. طيب احنا نقول تاني المكونات الخلطه اللي انت عاملاها. رز مصري مستوي
ثلاث ارباع سوا، لحمه معصجه يعني عباره عن لحمه وبصل وملح وفلفل وتوابل. ايوه. وبتحطي معاها جزر متقطع او جزر مبشور صغير صغير، متقطع تقطيع صغير. وانا قصده ده عشان خاطر اللون يبان، لان لو بشرتها ممكن ما يبانش وتتخلط كلها مع بعض. وبصل اخضر متقطع. ايوه تمام. طبعا الخلطه دي كلها بقى فيها توم باودر، بصل باودر، كل ده موجود في اللحمه المتعصجه عموما. تمام. وزعتر وروزماري. ايوه. والفلفل حسب الرغبه، لو انتوا حابين فلفل حامي. لو انا حابه ان انا احط فلفل حامي عايزاها تكون حاميه، ماشي اوكي عادي ما فيش مشكله، لكن لو انا مش عاوزه حسب الرغبه زي ما احنا عاوزين. طيب نشوف كده، تبتدي الحشو ونشوف معاكي. ومعانا اتصال. خلود. الو. الو السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. حضرتك طيب؟ وانت بالصحة والسلامة خلود. معاكي شيف نورة. خلود، خلود الشافعي. ازيك يا خلود؟ ازيك يا نورة، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه انت؟ نورة في التلفزيون والله. متشكرة جدا على اتصالك. ازيك يا خلود، عاملة ايه، اخبارك؟ الحمد لله يا سيف، عيد سعيد عليك يا رب. يا رب يخليكي، منورة الدنيا والله. شيف نور النهاردة منورانا، ويعني كنا منتظرينها من بدري، يعني تنورنا وتحفنا بحاجة كده من اكلاتها الجميلة. ربنا يخليك. لا اكلها كله جميل، تسلم ايديها بجد. ربنا الله يخليك. الله يخليك يا خلود، تابعينا بقى. ربنا يخليك. يلا نبتدي نشوف كده الحشو. انا قبل ما احشي الاول الدجاجه اللي عندي هتبلها تتبيله عاديه جدا، لان برضو لازم انا يعني احتفظ بالتيست بتاعها، يعني يكون برضو. طيب انت بتحشي على طبق بره ولا بتاخدي على الصينيه وتحشي في الصينيه على طول؟ لا انا هحشي على طول، يعني في الطبق هاخد بالمعلقه واحطها من جواها. طيب اتفضل. الدجاجه انا تبلتها بتوم باودر، تمام، بصل باودر، فلفل اسمر وشويه ملح صغيرين بس كده، بحيث انها برضو تدي الطعم. كل الحاجات دي كلها انا طبعا حطيتها من جوه الدجاجه بحيث ان اللحم نفسه يكون فيه طعم. يشرب التتبيله. تمام. التتبيله بعد كده هستخدم المعلقه عشان خاطر بصوا التجويف يا جماعه، الفرخه اهي كامله. ايوه. بعظام الفخذ، بعظام الصدر زي ما هم من جوه، لكن الباقي كل العظم متشال. وفي حاجه وانا بحشيها لازم اخد بالي منها كويس قوي، ان انا لان دلوقتي الفرخه عندي بقت مخليه. يعني انا ممكن لحمه على لحمه، يعني ممكن عندي الحشوه دي تخش تحت الجلد او حاجه بالشكل ده، لما اجي اقطعها مش هيبان اللحم. انت عايزه يعني خلي بالكم، انا عايزه الحشوه تكون ما بين اللحم. خلي بالكم ان وانتم تمسكوا لحم الصدر معاكم وانتم بتشدوا، عشان اللحمه من الرز او الحشو ما يجيش فوق، ما يبقاش في عايزاه جوه بين لحم الفخذ ولحم الصدر. ايوه تمام. انا هحشيها. ايوه. بس طبعا انا مش هضغطها جامد قوي بالحشوه برضو على اساس لسه هينشف. ايوه هو برضو لسه ما استواش بالكامل، هو استوى لكن برضو لسه اكيد هينفش، فلازم اعمل حساب ده. وكمان علشان طب خاطر دي تكنيك الشغل ليها اتنين طرق، تتلف كويس وتتسلق ولا تخش الفرن على طول وتتقفل. والله انا جربتها بطريقه السلق، لقيتها مش مستاهله، لان انا ممكن اتبلها حتى لو انا عاوزه من قبلها بيوم وتستوي عادي في الفرن، مفيش اي مشكله. تمام. كمان في تكنيك تاني، كمان في عندي ممكن استخدم الاكياس الحراريه، تمام، وادخلها فيها برضو بتدي لون جميل جدا وبتستوي وبتبقى زي الفرن. طيب انا هحشيها بالشكل ده كده. الرز ده طبعا احنا قلنا ان ده بيبقى 3 ارباع سوا. ايوه. ليه 3 ارباع سوا؟ عشان لو هو سوا كامل ودخل هيبقى يعجن، ولو هو ني هيحصل زي الحمام. فاحنا طبعا ده داخل فرن ومش هيبقى فيه ميه كتير، فلازم يبقى واخد شويه ميه او تشويحه. أيوة. الاول بشويه ميه بالظبط كده. انا عايزه احشيها طبعا من الرقبه، من عند الزور. ممكن تلفها لنا شويه كده، يعني لفي الطبق كله، لفي الطبق كله زي ما نفس البوزيشن. ايوه ده. ايوه ايوه، بحيث ان احنا نشوف برده الكاميرا معاكي اللي من عند الرقبه بتحشي من عند. ايوه، لان برضو. أيوة. عشان خاطر يكون في برضو، انا عايزه الدجاجه دي تكون واخده الشكل بتاعها. سنه كمان يمين، لفه كمان، لفها لفه كمان الطبق كله، معلش. ايوه بالظبط كده، لان انا دلوقتي لما انا خليتها بالكامل بقت شكلها مبطط شويه. أيوة. فانا عايزاها برضو ترجع اكنها. انا اول ما شفتها قلت لك مين. أيوة. مين قاعد على الفرخه دي؟ لانها فرخه هنشوفها طبعا بعد ما تطلع من الفرن، بتبقى ايه الفكرة كلها، ان تطلع في الاخر ترانش فراخ محشي رز. أيوة. مش فكرة ان هي مجرد شكل اللي هو الحجم الكبير اللي هو بالهيكل. كمان لما بتتقطع شكلها بيبقى ظريف جدا على السفرة لو انا عندي عزومة او حاجة. انا شايف ان الكوسة كفاية، ايه رأيك؟ ده الكوسة. انا عارف ان الكوسة ملهاش نفس. ما بتستحملش. لا ما كويس. طبعا هي بتتشال على طول على نار سخن، من سخن تاخد صدمة مرة واحدة في المية الساقعة، زيها زي البروكلي بالظبط. شوفوا الخضار هتفضل خضرة
طول الوقت، عشان كده ده اللي بيتقدم في المحلات بره. بالظبط كده، يعني في المطاعم بره انتوا بتلاقوا السوتيه ما هوش دبلان، الاخضر زي ما هو. يا جماعه احنا انا بحيي بس الشيف عبد الفتاح الصاوي، كلمنا اكتر من مره والاتصال اتقطع، واضح انه بيتكلم طبعا من لندن، فانا بحييك يا شيف عبد الفتاح، لو عرفت طلقه الخط تاني يا ريت تنورنا. طبعا دي احنا هنا ننزل بالبطاطس. ايوه بالظبط صح كده؟ ايوه مذاكر انا صح؟ البطاطس مع الجزر مع البصل ونسيبها تعيش حياتها. طيب انت كده بعد ما خلصتي انت جايباه بيضه؟ اه. ولا عسل ولا صلصه؟ لا. معلقه كاتشب على بيضه؟ لا انا بحب البيضه في المعجنات ماشي، لكن بيضه مع الفرخه دي جديده بقى. لا انا اتعلمتها من واحد شيف مره شفتها جديده وعجبتني جدا، وبتدي لون وكفر جميل جدا. ماشي، ما احنا عارفين ان البيض حلو، ممكن يستخدم حاجات كتير قوي، بس فكره البيض مع المعجنات بيبقى لطيف قوي. عسل مع اللحوم بيبقى لطيف. انا برضو بحط فلفل اسمر عليها عشان برضو تشيل الزفاره بتاعت البيضه. طيب انا عايزك بس كده نروح لفاصل ونرجع، تكوني انت تكوني دهنتيها بتدهنيها كاتشب وبيضايه صح؟ ايوه بالظبط. طيب ان شاء الله زي ما انتم شايفين دي الفرخه بس بعد ما دخلت الفرن، ودي الفرخه اللي جنبها بقى هنشوفها قبل ما تخش الفرن. دهنتها ببصل بصفار بيض مع شويه كاتشب مع ملح وفلفل صح كده؟ ايوه. طيب دخلناها الفرن، بتحطي البوكيه جارنيه معاها جنبها؟ يعني انا ممكن لو انا عايزه احط ممكن احط بس البصل، لكن الحاجات التانيه لا. يعني بتطلعي البصل تدخليه في الاخر خالص في التقديم، انا ممكن احط تمام. طيب دي نعتبرها ندخلها الفرن نخليها على جنب. معانا شيف توما. ازيك يا شيف توما؟ ازيك يا سيف، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله تمام. منوره يا سموسه، منوره القاهره كلها يا حبيبتي. ربنا يخليكي، شكرا قوي. منوره والاكل شكله تحفه، تسلم ايدك. الله يخليك، الله يخليك يا توما، الله يخليك كل الذوق. ازيك يا توما، عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله يا شيف، معلش عذرا بس انا يعني صوتي شويه تعبان، ف عذرا والله انا عايزه اكلمك اصلا من بدري، بس يعني الدنيا ما كانتش مساعداني خالص. لا ربنا يعينك يا رب، ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحة والخير. ألف سلام عليك حبيبي. ألف سلام عليك. ألف سلام عليك. احنا النهارده معانا شيف نور منورانا وعامله لنا حالة حلوة قوي. أنا عايزكم تبصوا كده، وتبص يا توم معانا الفرخة بعد ما دخلت الفرن وطلعت. أهي. احنا دلوقتي توم الصوت خلص؟ طيب ماشي، تحياتي يا توم. الفرخة أهي، وطبعا احنا قلنا ان بتدهنيها صفار بيض وكاتشب. ايوه. وتركيبه جديده انا يعني عجبتني، طبعا ملح وفلفل عشان الصفار. أيوة. ما يزفرش. بالظبط. بتدي لمعه حلوه وتست اكيد مختلف. على جميله. طيب هنا احنا معانا دلوقتي السوتيه، والسوتيه هنا هنشوحه. مش كده؟ لا انا مش هشوحه ولا حاجه، انا هكتفي ان انا بس احط عليهم زيت زيتون خلاص على كده. في النار؟ على النار؟ لا لا مش على النار. على النار. لا على البارد. لا خلاص على البارد. على البارد. اه. طيب خلاص، هي مش محتاجين النار خالص. ايوه لا خلاص. يعني طيب احنا ممكن بس ان لو هنشوح ممكن البصل مع البطاطس شويه البطاطس. حاجه طيب. بسيطه كده نشوح البصل والبطاطس. طيب انت دلوقتي هتقدمه لنا دلوقتي ولا نخش على الطبق اللي بعده وبعد كده تقدمي لنا ده في الاخر كله؟ عادي يلا نبتدي. شوفي انت عايزه تقطعي وورينا كده هتقطعيه ازاي. سكينتك، وانا هجهز لك دلوقتي الحاجه بتاعتك كلها تطلع على النار ونشوف. بصوا معايا الكاميرا هنا وهي بتقطع ترانشات. انا شكل الحكايه حلو قوي يا جماعه، انا بصراحه مغرم باللي بتقدمه شيف نور دلوقتي. دي ترانشات الفراخ، طبعا انت بتقدميها مفتوحه بس لان في عظم بعد كده اكيد مش كده؟ هو بس عظمتين اللي في اللي فوق الكتاف والفخاد بس، هي عباره عن ايه، عظمتين هنا عظمتين هنا. تمام. مش كتير يعني، الباقي ما فيش، عشان كده انا هقطعها بس لحد كفايه اربع كرنشات بالشكل ده عشان يبقى باينه الحكايه يعني. ايوه بالظبط كده، كده كده وضحت الحكايه يعني زي ما بيقولوا. طيب احنا كده ممكن نبتدي ناخد بقى كل الخضار السوتيه، وانت عايزه تقدمي في طبق كبير مش كده؟ ايوه السيرفيس ده. ايوه اتفضلي، السوتيه بتاعك جنبك، انا هطلع لك كل اللي انت عايزاه من السوتيه. زي ما قالت ممكن ان احنا نشوح البصل، ممكن نشوح البطاطس زي ما انتوا عايزين، ممكن تقدموه كده اهو.
الفكرة كلها انها بتعمل شكل حلو وطبق مختلف. يعني فكرة ان احنا نحشي الفرخة زي ما هي بس مخلية من العظم. العظم طب ايه اللي اتخلى؟ نعرف بس ايه اللي اتخلى من جوه؟ كلها اتخلت من جوه بالكامل. كلها اتخلت من جوه. كلها الكاميرا بالكامل. معانا يا جماعة شايفة اللي اتخلى من جوه؟ كلها بالكامل مخلية. ايوه. مفيش أي بونلس. هم دول بس. والعظمتين بتاعة الايه؟ الفخدة. تمام. نقدر نقول في الخلا ولا هسه؟ يلا اتفضلي ابتدي بقى جرنيش طبقك. طبعا فكره عايز تشتغلي بايدك اشتغلي، مفيش حاجه انت في بيتك، حاجه ممكن بس تكون سخنه فتمام. عشان كده انا ممكن نشيل بس طبق الدقيق من قدامك نزقه، طبق الدقيق ده نزقه جنب الزبده قدام شويه. ايوه ايوه. طيب انا ممكن اعمل حاجه لطيفه جدا، احنا عايزين بس نوري للناس فكرة ان احنا نعمل طبق شكله حلو. احنا عندنا بعد كده هتعمل لنا طبق مش هنعمل فيه حاجة، يعني هو الطبق كله جاهز. وهي بتعمل الطبق ده وتخلصه، انا هقول لكم هي عايزة تعمل ايه تاني. هتعمل حاجة اسمها اصابع الجلاش بالزبادي واللحمة المفرومة. تمام؟ عبارة عن جلاش، لحمة مفرومة، بصل، زبادي، كريمة لباني، وتوم باودر، وملح وفلفل، وبقدونس او بصل زي ما انتم عايزين تقدموه ازاي. تاني، جلاش، لحمه مفرومه مع السجق، وبصل وزبادي وكريمه لباني، وتوم باودر وملح وفلفل وبقدونس. طيب ايه اللي هيتعمل؟ هي عندها جابت ورق الجلاش ولفته ورقه ورقه، وبعد كده قلته في الزيت، صح كده؟ مفهوش حشو. لا مفهوش حشو ولا حاجه، هي مجرد يعني هي صوابع بتتعمل بتتلف، ممكن تتقلي في الزيت، وممكن كمان لو تخش الفرن. تخش الفرن عادي يعني. تمام. لان الجلاش مفهوش حاجه، مفهوش اي حاجه، ما بياخدش وقت خالص. طيب والعصاج، عصاجتي لحمه عصاج عاديه خالص مفهوش اي حاجه. لحمه معصاجة عادي جدا. طبعا بحط عليها بس جزر. تمام. بقطعه قطع صغيره، فلفل الوان. ايوه. ضفت ديت برده عشان خاطر انا بيهمني جدا ان الشكل بيكون شكله جميل و الالوان كنت بتكون باينه كده وشكلها حلو يعني. معانا شيف هايدي فليب. ازيك يا شيف هايدي؟ ازاي حضرتك يا شيف ايمن؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه. ميرسي. وحضرتك طيب؟ ازيك يا هايدي عامله ايه؟ معاكي شيف نور. ازيك يا شمس؟ منوره يا شمس. والله نورك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. الحاجات الحلوه دي. الله يخليكي يا حبيبتي، انت اللي اجمل. شمس شيف عبد الفتاح حاول يكلمك 3 مرات وبيشكرك جدا وبيقول لك بالتوفيق. والله انا عاجزه عن الشكر بجد، يعني ان انا اعرف يعني سلمي لي عليه جدا وقولي له يعني اكنه بالظبط كلمني يعني. متشكره جدا. شكرا شكرا يا شيف. كلنا بنشكرك يا شمس على مجهودك في اوربت ومجهودك في الله يخليك. الله يخليكي، واحنا كلنا اخوات يعني، مجهود ايه بس، مفيش اي مجهود ولا حاجه. ميرسي يا شمس، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا شيف هايدي، وتحياتي لشيف عبد الفتاح. انا بس عايز اقول حاجه، ان بتسمعوا شمس، هو شمس الاصيل هو اسم شيف نور على الاكونت بتاعها في الفيسبوك، فكل الاصدقاء على الفيس عارفين انها شمس الاصيل. عارفين برضو ان انا نور. انها نور. فطبعا يعني بس عشان تبقوا انتوا عارفين بس ما تلخبطوش يعني. كده انت خلصتي الطبق؟ ايوه كده. طيب كفايه قوي عشان طيب. مش نبالغ شويه في الديكوريشن بتاعها. تمام كفايه كده.